بسم الله الرحمن الرحيم، يا اهلا وسهلا، اهلا بكم في الفيديو رقم 9 من سلسله البايو ستاتستكس 101. في الفيديو ده هنتكلم عن الوان سامبل تي تيست. ان شاء الله هنتكلم في مجموعه من الفيديوهات عن الستاتستيكال تيست، بحيث ان هو لو حد مهتم بستاتستيكال تيست معين مجرد ما يبحث في القناه بالعنوان بتاع التيست ده هيلاقي ان احنا بنعرف التيست، وهنقول ايه هي الاسامبشنز علشان تعمل التيست ده، وازاي تستخدم او ازاي تعمل التيست ده على برنامج جاموفي. فيكون حاجه شيقه ان شاء الله ومفيده لناس كتيره، ناس كتيره جدا بتبقى مهتمه بالبايو ستاتستكس. فاتمنى مشاركه الفيديو مع الوسط العلمي بتاعكم علشان يساعد اكبر عدد من الناس، وبدون مقدمات كتير يلا بينا. احنا هنتكلم النهارده عن الوان سامبل تي تيست. طيب، من الاسم بتاعه كده الوان سامبل تي تيست معناه وان سامبل، يعني جروب اوف بيبل، جروب اوف بيشنتس، جروب اوف اني ثينج، هي معناها وان سامبل وان جروب. يعني خلينا اقول لكم مثال، امثله كثيره جدا ولكن احنا هنختار مثال كده معين. في شوكولاته بتتباع في الجيم، الناس بتدعي ان الشوكولاته بتاعت الجيم دي فيها 20 جرام من البروتين. فانت راجل باحث عايز تعمل تجربه علشان تشوف هل فعلا الشوكولاته دي فيها 20 جرام من البروتين زي ما الناس بتقول، ولا فيها 30 جرام، ولا فيها 15 جرام، ولا فيها 10 جرام، ولا فيها ايه بالظبط. فانت هتبدأ تعمل السامبل بتاعتك او العينة بتاعتك، هتبدأ تلف على الجيم، جيم الاولاني والتاني والتالت والرابع، وهتجمع منهم عينة، تاخد الشوكولاتة اللي عندهم اللي بيبيعوها في الجيم، وهتشوف مكتوب في ظهرها فيها كام جرام بروتين، وهتسجل في الجيم الاولاني فيه مثلا 25 جرام بروتين، الجيم التاني فيها 17 جرام بروتين، وهتسجل السامبل بتاعتك دي، وهتبدأ تعمل الوان سامبل تي تيست علشان تتأكد من صحة المعلومات بتاعتك. خلينا كده نشوف، يعني زي ما احنا قلنا احنا الناس بتدعي ان الشوكولاتة فيها 20 جرام بروتين، في ده النيوتريشن فاكت اللي بيكون ورا الشوكولاتة. فاحنا هنعمل حاجتين اتكلمنا عنهم كتير خالص في الفيديوهات اللي فاتت. هنعمل حاجة اسمها النال هايبوثيسيس، او الفرضية العدمية، او الاتش نال بتاعتنا، ان متوسط الجرامز بتاعت البروتين يساوي 20 جرام في الشوكولاتة. فكده معناه ان المتوسط بتاعنا يساوي 20 جرام. الالترناتيف هايبوثيسيس او الفرضية البديلة بتقول ان هو المتوسط ده لا يساوي 20 جرام، اما اكتر من 20 جرام او اقل من 20 جرام، ولكنه لا يساوي 20 جرام. طيب، هنبدأ ان احنا نعمل السامبل بتاعتنا. هنعدي على الجيم الاولاني ونشوف الشوكولاتة بتاعته والتاني والتالت والرابع. فاحنا عملنا هنا تجربة بسيطة، جمعنا فيها 31 سامبل، يعني رحنا ل 31 جيم، جمعنا التفاصيل بتاعت الجرامز اوف بروتينز من على الشوكليت بارز بتاعتهم. طيب، الوان سامبل تي تيست لازم يكون فيه شوية assumptions، يعني لازم الassumptions دي يتم تحقيقها. اول حاجة ان الداتا بتاعتك تكون independent، يعني لو احنا شفنا في التيبل بتاعنا ده ال 20.7 ده من جيم، ال 20.75% ده من جيم تاني خالص، يعني دول مستقلين عن بعض. independent يعني مفيش حاجة معتمدة على التانية، يعني ده مش معتمد على ده ولا دي معتمدة على دي، يعني كل قراية من دول independent يعني مستقلة. تاني حاجة انها تكون continuous. continuous يعني زي ما احنا عرفنا في بداية السلسلة، يعني حاجة رقمية، ما ينفعش تكون حاجة يعني رقم ثابت. يعني ايه؟ مثلا احنا قلنا في discrete وفي continuous. فالديسكريت اللي هو مثلا كام فرد في الأسرة، في 10 أفراد، في 5 أفراد، في 7 أفراد، انما هنا لازم تكون الداتا بتاعتك continuous. ثالث حاجة انها لازم تكون random sample، يعني عينة عشوائية. واحنا اتكلمنا عن ازاي احنا عملنا عينة العشوائية بتاعتنا، رحنا اكتر من جيم في مكان مختلف. ورابع حاجة ان هي تكون تتبع النورمال distribution، يعني لما نيجي نحط الداتا بتاعتنا دي هتروح عاملة لنا البيل كيرف او النورمال distribution. فدي كده الاسامبشنز بتاعتنا. لازم تتأكد ان الجروب بتاعك او السامبل بتاعك في الاربعة اسامبشنز دول. فخلينا نبدأ ونشوف برنامج جاموفي. طيب، زي ما احنا شايفين دي الداتا بتاعتنا اهو، ده الاي دي، يعني ده الجيم الاولاني التاني، احنا جمعنا من 31 جيم، ودول الجرامز اوف بروتينز، يعني رحنا جيم رقم 1 ده الجرام اوف بروتين، جيم رقم 2 وهكذا 3 لغاية الجيم رقم 31. فتحنا برنامج جاموفي، ممكن ان احنا نعمل امبورت للاكسل، وممكن ان احنا ناخد الاثنين دول كده مع بعض كوبي بيست، ناخدهم كوبي ونحطهم في برنامج جاموفي بيست.
فاحنا عندنا الداتا بتاعتنا اهي، ولكن الجرامز هنا جايب ان هي اي دي، فاحنا محتاجين ان احنا نحولها ان هي continuous، ان هي رقم ارقام يعني مش اي دي. فدي كده الداتا زي ما احنا شايفين، ادي 31 جيم ودي الجرامز اوف بروتينز بتاعته. بكل بساطه هندخل على الاناليسز، من هنا هنلاقي حاجه اسمها التي تيست. اروح داخلين على التي تيست، هتلاقي فيه الانواع المختلفه من التي تيست، هتلاقي نختار الوان سامبل تي تيست. طيب بنختار الوان سامبل تي تيست، بيحتاج مننا فاريبل واحد بس رقمي وهو الجرامز زي ما احنا شايفين هنا. هنروح عاملين دخلنا الجرامز، هو هنا بيقول لك انت بتست فاليو الهايبوثيس بتاعتك على كام. الهايبوثيس بتاعتنا بتقول ان هو هل يساوي ال20 ولا اكتر ولا اقل، فحطينا الهايبوثيس بتاعتنا. ممكن نحط برضو شوية ديسكريبتيفز علشان هنحتاج ديسكريبتيفز معانا، وده كده التي تيست بكل بساطة. ممكن تحط الحاجات دي كلها، ممكن تعمل نورماليتي تيست، ممكن كيو كيو بلوت، ولكن دي الحاجات الأساسية اللي انت هتحتاجها. ممكن تجرب في الحاجات دي وتشوف الحاجات بتاعتك. احنا بنعمل هنا ستودنت تي تيست او الوان سامبل تي تيست، فده الستاتستيك اللي طلع معانا، ده الستودنت تي ستاتستيك تمام، والدي اف دي ديجريز اوف فريدم، ودي البي فاليو بتاعتنا. طيب الديسكريبتيفز لو احنا يعني بنترجم النتائج حاليا، الان بتاعنا 31 عينة، المتوسط بتاعهم 41.4، فباختصار شديد التست ده عايز يشوف هل فعلا ال41.4 ده فرق، يعني المجموعة ده هل المين بتاعها ده يختلف بشكل كبير عن الميول اللي هو ال20 ولا لا، ودي الميديان والستاندرد ديفيشن والستاندرد ايرور. فاحنا شايفين من ال one sample t test هنا ان الستاتستيك 3.7 والبي فاليو بتاعته significant، ده معناه ان في فرق ما بين المين او متوسط الناس في الجروب اللي احنا جمعناه والجروب اللي احنا assumptions بتاعنا اللي هو 20. ده معناه ان احنا we reject null hypothesis، او معناه ان في difference ما بين التو جروبس. يعني بكل بساطة كده احنا شايفين الاسامبشن او الفرضية بتاعتنا بتقول ان الشوكولات بارز فيها 20 جرام بروتين، فاحنا عايزين نشوف الكلام ده صح ولا لا. جمعنا مجموعة من الناس، جمعنا مجموعة من السامبلز من اماكن مختلفة، وعملنا تشيكينج للنورماليتي بتاعتهم. خليني برضو اوريكم تشيكينج للنورماليتي في جاموفي. هتروح داخل هنا اسامبشنز تشيك النورماليتي تيست، فهتشوف هنا الشبير ويلك والحاجات اللي احنا اتكلمنا عنها. طول ما هي not significant ده معناه ان هو normal distributed، واحنا هيقترب من الواحد في شبير ويلك، فده معناه ان هي الداتا بتاعتنا is following the normal distribution. ممكن تشوف ال QQ plot كمان، فال QQ plot تقريبا الداتا يعني almost كلها لمسة اللاين بتاع النورماليتي، وبالتالي كده الداتا بتاعتنا از نورمال. فكده الاسامبشنز بتاعتنا كلها ان هي الاندبندنت، ان هي راندوم سامبل، ان هي يعني فولوينج النورمال ديستريبيوشن، كلها اتحققت. فلما عملنا التجربه بتاعتنا طلع معانا ان الوان سامبل تي تيست بيساوي 3.7. ده بكل بساطه يعني معناه ان المين بتاع الجروب اللي احنا جمعناه ده ينحرف بمقدار 3.7 من المين بتاع الاساسي اللي هو الفرضيه. الكلمة دي مش هتفرق معاك قوي، ولكن اللي هيفرق معاك ان بتكتب في النتائج البحثية بتاعتك بتقول ان احنا عملنا ال one sample t test وال t statistic بيساوي 3.7 وال b value بتاعته significant علشان هي اقل من 5%. فده معناه ان there is a significant difference ما بين الجروب او السامبل اللي احنا جمعناه وما بين السامبل او ما بين المين او المتوسط المتعارف عليه في الوسط العلمي. يعني على سبيل المثال اقول لكم مثال تاني سريع، ان احنا لو في واحد بيقول ان متوسط اعمار الناس اللي بتدخل الاي سي يو اللي هو العناية المركزة وعندهم مثلا مشكلة في الكبد ليفر ديزيز، متوسط اعمار الناس دي مثلا 37 سنة، فانت عايز تتأكد من صحة المعلومات دي، هل فعلا متوسط اعمار الناس 37 سنة ولا لا. فالنال هايبوثيس بتاعتك بتقول ان هو المتوسط يساوي 37، طيب الالترناتيف هايبوثيس بتقول ان المتوسط لا يساوي 37. طيب ايه الاكشن المفروض تعمله؟ هتجمع العينه بتاعتك، تروح مستشفى الاولانيه والثانيه والثالثه، تروح اكتر من اي سي يونت، وتجمع الليفر ديزيز بيشنتس وتشوف اعمارهم لما دخلوا الاي سي يو كانت كام، وتعمل تي ستاتستيك بتاعتك. لو طلعت النتائج سيجنيفيكانت فهتقول ساعتها ان مثلا الاعمار ازيد، يعني هنا مثلا في الجرامز اوف بروتين كان 21.7، وبالتالي
الجرامز اوف بروتين في الشوكليت بارز الموجودة في الجيم بعد التجربة بتاعتك هو 21.7 من عشرة. الوان سامبل تي تيست بسيط خالص، أتمنى المثال يكون واضح وصريح، ونشوفكم بقى في الفيديوهات التانية. الفيديو الجاي إن شاء الله هنتكلم عن التو سامبل تي تيست أو البيرد تي تيست. نشوفكم في الفيديو الجاي، متنسوش بقى تشتركوا في القناة. سلام عليكم.